السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ميس مامي التعليمية. النهاردة هنشرح مع بعض الفصل الثالث من المحور الأول من منهج اكتشف. إن شاء الله هشرحه معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. يلا يا أصدقائي نبدأ مع بعض. من أكون؟ الفصل الثالث مدرستي. هنبدأ مع بعض صفحة 30 بعنوان أشكال في المدرسة. هنا عندي بيقول تتبع، دائرة، مستطيل، مربع، مثلث. زي ما تعلمنا قبل كده يا أصدقائي إن دي دائرة، شايفينها؟ دي إيه؟ دائرة. دائرة، شايفينها؟ يبقى عندي دي مدورة اسمها دائرة. ده مثلث. ده إيه؟ مثلث، شايفينه؟ مثلث. ده عندي مربع، شايفين يا أصدقائي؟ مربع. مربع. عندي ده مستطيل. مستطيل، شايفينه؟ وبعد يا أصدقائي ما تعرفنا على كل شكل، يلا نتتبع النقاط الموجودة في كل شكل علشان نكمل الشكل اللي قدامي. هنتقل للصفحة اللي بعديها، أشياء في القاعة. ارسم أحد الأشياء في القاعة مرة واحدة، مرتين، ثلاث، أربع أو خمس مرات. ارسم دائرة حول العدد الذي قمت برسمه كل مرة. شايفين يا أصدقائي؟ هنا عندي الأرقام من واحد لخمسة، يلا نتعرف عليهم مع بعض. هنا عندي ده رقم واحد، يبقى ده رقم ايه؟ واحد. واحد. اثنان. اثنان، يبقى ده رقم كام؟ اثنان. شايفين يا أصدقائي؟ هنا عندي رقم اثنان بيبص على الواحد، شايفين؟ عندي كمان ثلاثة. ثلاثة، عندي الثلاثة زي ما شايفينها عنديها كام؟ ليها سنتين، في الأغنية بنقول والتلاتة سنتين. عندي كمان هنا رقم أربعة، يبقى ده رقم كام؟ أربعة، والأربعة اتنين واتنين، يبقى ده رقم كام؟ أربعة. عندي كمان الكحكة بسكر زي ما كنا نقول عليها، دي ايه؟ خمسة، او دايرة مدورة، ده رقم خمسة. عرفنا الارقام مع بعض؟ طيب هنا يا اصدقائي كل واحد منكم هيرسم اي شيء هو شايفه داخل الفصل بتاعه، هو هيرسمه، ارسمه مرة، اثنان، ثلاثة، اربعة او خمس مرات زي ما انت تحب. يعني مثلا انا شفت في الفصل شفت كرسي، يبقى انا هرسمه مرتين او ثلاثة زي ما انا احب. يبقى هنا يا اصدقائي هنضع دائرة حول رقم اثنان وهرسم الكرسي اللي انا شفته مرتين. انا مثلا شفت سبورة داخل الفصل، يبقى انا هرسم مثلا هنا سبورة. انا حابب مثلا اني انا ارسم السبورة دي ثلاث مرات، يبقى انا هرسمها ثلاث مرات وهضع دائرة حول رقم ثلاثة وهكذا. هنتقل للصفحة اللي بعديها، خارج القاعة. ارسم ما تراه عندما تخرج من القاعة إلى الهواء الطلق. هنا أصدقائي كل واحد فيكم هيرسم اللي هو شايفه خارج القاعة أو خارج الفصل بتاعه. يعني واحد مثلا ممكن يقول إن هو شايف علم، يبقى هو هيرسم هنا العلم. واحد مثلا شايف شجرة، يبقى هنا هيرسم شجرة. كل واحد يرسم اللي هو شايفه. بعد كده عندي الصفحة اللي بعديها، بصمة الشكل. اختر شيئا خشن الملمس، ضع ورقة فوقه، حرك قلمك فوق الورقة. هنا يا أصدقائي في النشاط ده أنا هجيب أي شيء عندي في البيت، الشيء ده يكون خشن الملمس. يعني مثلا أنا هنا عندي المعلقة بتاعة الشوكولاتة الكندر، طبعا كلنا عارفينها. زي ما انتوا شايفين يا أصدقائي كده، أدي المعلقة بتاعة الشوكولاتة الكندر. انت لو عندك أي سطح خشن ممكن تجيبه، انا عندي المعلقه دي بتاعه الشوكولاته زي ما شايفين يا اصدقائي، السطح بتاعها اهو خشن من فوق. انا كمان جبت ورقه بيضه والمعلقه، وجبت كمان القلم الرصاص. هحط المعلقه تحت الورقه زي ما انتم شايفين، المعلقه تحت الورقه
وهبدأ أرسم فوق المعلقة زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ أظلل لغاية ما يبدأ عندي يظهر شكل المعلقة. شايفين يا أصدقائي؟ بالشكل ده كده. وهبدأ أظلل، رب الصورة تكون واضحة معاكم بالشكل ده، لحد ما تبدأ تظهر معايا الظل بتاع او شكل او البصمة بتاعت المعلقة. شايفين يا اصدقائي؟ اهي شايفين بدأت تظهر اهي شكل المعلقة. هو ده يا اصدقائي قصده ببصمة الشكل، شايفينها؟ هننتقل للصفحة اللي بعديها، اشياء في القاعة. استخدم بعض الاشكال اللي هو مربع، مستطيل، مثلث، دائرة، طبعا اتعلمناهم قبل كده، لرسم شيء واحد تراه في القاعة. هنا هنستخدم الاشكال الهندسية اللي هي الدائرة والمستطيل والمربع والمثلث لرسم اي شيء انا بشوفه داخل الفصل. يعني مثلا انا شايفة سبورة، يبقى انا هرسم السبورة ديت على شكل مستطيل. انا مثلا شفت في الفصل بتاعي، شفت مثلا باب، يبقى انا هرسم باب على شكل مستطيل. شفت شباك، الشباك مثلا على هيئة مربع، يبقى انا هرسم شباك على شكل مربع. هنا كل واحد هيتخيل او هيشوف اللي موجود عنده في الفصل وهيرسمهم على شكل مربع، مستطيل، مثلث، دائرة، وهكذا. هنتقل للصفحة اللي بعديها، تصنيف الاشكال. صل كل شكل ملون بما يشبهه من الاشكال الغير ملونة. هنا عندي دايرة، مثلث، مربع، مستطيل. هنوصل لأصدقاء الدوار الملونة بالدائرة الغير ملونة. يعني عندي هنا مثلا المثلث، مثلث غير ملون، يبقى هلونه بالمثلثات الملونة. عندي مثلا المربع مش متلون أو غير ملون، يبقى هنوصله بالمربعات الملونة، وهكذا. هنتقل للصفحة اللي بعديها، أماكن في المدرسة. صل بين النشاط والمكان الخاص به. ارسم دائرة حول مكانك المفضل. عارفين يا أصدقائي في المدرسة بتاعتنا فيها أكتر من مكان احنا بنستفاد منه. عندي الفصل بتاعنا كلنا طبعا بنقعد فيه، وعارفين الفصل بنستفاد منه قد ايه. طبعا كل واحد فينا بيدخل الفصل بنستمع للمعلم أثناء شرح الدروس. طبعا الفصل عندنا مهم، احنا بنقعد في الفصل زي ما قلت وبنستفاد وبنستمع للمعلم وهو بيشرح الدرس. عندي كمان في المدرسة بيكون فيها الملعب. الملعب بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه المراجيح والألعاب اللي احنا بنحبها وبنستمتع بيها. عندي كمان في المدرسة فيها مكتبة. المكتبة دي أصدقائي احنا بنزورها علشان نقرأ القصص المسلية والممتعة لنا، وكمان بنستفاد من القصص دي أصدقائي. طيب هنا عندي في الكتاب المطلوب مني ان كل واحد فيكم هيوصل بين النشاط والمكان الخاص بيه. هنا عندي الولد الصغير لابس شنطة المدرسة، يعني رايح فين؟ ها؟ يبقى هنا رايح الفصل بتاعه، يبقى هنا هنوصلهم ببعض. عندي كمان صورة الولد وهو قاعد على الأرجوحة، دي بتكون فين يا أصدقائي؟ برافو، طبعا بتكون في الملعب، يبقى هنوصلهم ببعض. الصورة اللي بعد كده عندي الولد وهو بيقرأ كتاب، ده بيكون فين؟ برافو عليكم، ده بيكون في المكتبة، يبقى هنوصلهم ببعض. بعد كده بيقول ارسم دائرة حول مكانك المفضل. هنا كل واحد هيرسم دائرة حول المكان اللي هو بيفضله. يعني مثلا انا بفضل المكتبة، يبقى هرسم دائرة حول المكتبة. واحد بيقول انا بحب الملعب وبحب المراجيح وبحب الالعاب، يبقى هو هيرسم الملعب او حط دائرة حول الملعب، وهكذا. هنتقل بعد كده لاصدقائي الصفحة اللي بعديها، في المكتبة. ارسم نفسك في المكتبة وضع ما تقوم به في المكتبة. هنا اصدقائي في النشاط ده كل واحد هيرسم نفسه مثلا وهو بيقرأ كتاب. هنتقل للصفحة اللي بعديها، في القاعة. استمع بانتباه الى المعلم.
عد الأشياء التي تراها. ها يا أصدقائي، هنا عندي في الصورة اللي قدامكم، شايفين فيها إيه؟ برافو عليكم، شايفين سبورة، معلمة، تلاميذ، طاولات، كراسي، كتب، أقلام، وكمان شايفين علم مصر. كل حاجة يا أصدقائي أو كل شيء من الأشياء اللي احنا شايفينها دي هنعدهم مع بعض. هنبدأ أول حاجة نعد الكتب الموجودة أمامي. يلا يا أصدقائي نعدهم مع بعض. 1 2 3، يبقوا كام كتاب؟ برافو عليكم، يبقى هنا عندي 3 كتب أو 3 كتب. طيب هنا عندي طاولات اللي بيقعدوا عليها الأطفال، كام واحدة يا أصدقائي؟ يلا نشوف مع بعض. 1 2 3 4 5، هنا عندي 5 طاولات. طيب عندي كمان، قلنا احنا شايفين تلاميذ، يلا نعدهم مع بعض. 1 2 3 4، يبقى هنا عندي 4 تلاميذ. الهدف من النشاط ده يا أصدقائي إن احنا هنتعلم مع بعض الأرقام من 1 إلى 5. 1 2 3 4 5. هنتقل للصفحة اللي بعديها، مهن وأدوات. ارسم أداة تساعد العامل على القيام بعمله. عارفين يا أصدقائي، كل واحد مننا لما بيكبر بيعمل في مكان معين، يعني بيعمل في وظيفة معينة. كل وظيفة من الوظائف بيستخدم فيها العامل أدوات. الأدوات دي بتساعده علشان يقوم بالعمل بتاعه بشكل أسهل. زي إيه الوظائف؟ هنا عندي في كتابي يا أصدقائي جايب 4 وظائف. عندي الوظيفة الأولى اللي هي السكرتارية، عامل المدرسة، المعلم، والزائرة الصحية. هنشوف كل وظيفة من الوظائف دي ايه الأداة اللي بيستخدموها علشان تساعدهم في العمل. هنا عندي السكرتارية، بتستخدم ايه يا أصدقائي لتسهيل العمل بتاعها؟ برافو، زي ما احنا شايفينها هي بتستخدم الكمبيوتر، يبقى هنا هنرسم كمبيوتر. طيب عامل المدرسة، ايه الأدوات اللي بيستخدمها لتسهيل العمل الخاص بيه؟ برافو، بيستخدم المكنسة، يبقى هنرسم هنا مكنسة. طيب عندي كمان المعلم، ايه الأدوات اللي بيستخدمها المعلم؟ هيا أصدقائي، طبعا برافو عليكم، احنا كلنا شايفينه بيستخدم السبورة والقلم. عندي كمان الزائرة الصحية، ايه الأدوات اللي بتستخدمها يا أصدقائي الزائرة الصحية؟ برافو عليكم، بتستخدم طبعا شنطة الإسعافات الأولية، يبقى هنا هنرسمها يا أصدقائي في المربع. هندخل للصفحة اللي بعديها، مهنتي في المستقبل. فكر في المهنة التي يمكن أن تختارها. تخيل وارسم صورتك وأنت تعمل. ارسم الملابس التي ستبتديها ولونها. ارسم أحد الأدوات التي تستخدمها ولونها. هنا يا أصدقائي كل واحد فيكم هيفكر ويقول هو نفسه يكون إيه لما يكبر. هنا عندي في الصورة اللي قدامي في الكتاب، هو هيكمل الرسم وكمان هيرسم نفسه وهو بيعمل في الوظيفة اللي هو بيحبها لما يكبر، وكمان هيرسم الملابس الخاصة بالوظيفة، يعني الملابس اللي هيرتديها الوظيفة، ويلونها باللون المناسب لتلك الوظيفة. وبعد كده يا أصدقائي هنرسم الأدوات اللي احنا استخدمناها وكمان هنلونها. هنتقل للصفحة اللي بعديها بعنوان قاعتي. ارسم القاعة. هنا هنرسم يا أصدقائي القاعة أو الفصل بتاعنا، من حيث النوافذ، عندي الباب، السبورة، عندي كمان أوراق الزينة اللي بتكون على الحوائط، اللوحات، الطاولات الموجودة داخل الفصل، التلاميذ، كل حاجة انت شايفها هترسمها هنا. هنتقل للصفحة اللي بعديها داخل المدرسة. ارسم احد الاماكن المفضلة لك داخل المدرسة. احنا اصدقائي تعرفنا الدرس السابق على الاماكن الموجودة في المدرسة، هنا هنرسم الاماكن
اللي انا بفضلها. يعني مثلا انا بفضل مثلا الملعب، يبقى انا هرسم هنا المراجيح والاطفال وهما مثلا بيتزحلقوا، هرسم الاشجار، اي حاجة انت شايفها في الملعب يبقى هنرسمها هنا. واحد مثلا بيقول ان هو بيفضل الفصل، يبقى هيرسم الفصل ويرسم السبورة، هيرسم التلاميذ، هيرسم المكتب، هيرسم اللوحات، هيرسم الطاولات، كل حاجة في الفصل اللي بيشوفها هيرسمها. واحد مثلا بيقول ان هو بيفضل مثلا المكتبة، يبقى هيرسم المكتبة، هيرسم الرفوف، هيرسم الكتب، هيرسم الطاولات، اي حاجة انت بتشوفها في المكان اللي انت بتفضله انت هترسمها هنا. وكده يا اصدقائي انا خلصت معاكم شرح الفصل الثالث. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في قناتي قناة بيسمام التعليمية.